اتعلمت السواقه فين يا كبداكي؟ ياه ده حوار يا باشا. كمل على طول كمل. واحنا مش هنروح على البيت ولا ايه؟ لا 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 اطلع المطلع واحكي. مفيش يا باشا، واحنا صغيرين كان في واحد صاحبي ابوه كان عنده تاكسي، كنا دايما نعلق التاكسي من ابوه ونطلع نشقط بين السواقين. شاي يا ابراهيم. واتعلمت بقى تخش يمين؟ ايه يا باشا لا مؤاخذه، اتعلمت تلف الدريكسيون وتخش يمين؟ اه يا باشا يمين وشمال. طب خش يمين. خش ماشي يا باشا. ابراهيم ده نمره. خش شمال يلا. تمام يا باشا. دوس فرامل وركن على جنب. لا يا ابراهيم ما تعملش كده، ده هيموتنا. يلا حبيبي انزلوا. حرام عليك يا مروان، والله احنا ما عملنا حاجه، وبعدين انا كنت هحكي لك على كل اللي ناوي يعمله. والله العظيم صدقني يا مروان عشان خاطري. طيب انزلوا انزلوا بهدوء كده. يلا يلا. طب عشان خاطري والله العظيم ما عملنا. يلا طيب ماشي. دي اول اجازه اخدها من 4 سنين مثلا. طب واول اجازه هتاخدها تقضيها جنبي هنا في المستشفى وفي السجن؟ انت غيرتيني قوي وغيرتي نظرتي لحاجات كتير. ازاي يعني؟ انا ندمت اني جبتك هنا، وحاسس ان انا حطيتك في المكان الغلط. كان المفروض اتحرك في الاتجاه التاني واحاول اثبت براءتك، مش اغمي عينيا وامشي ورا الاوامر وادخلك السجن بايدي. بس ده ما كانش كلامك في الاول. مش بقول لك اتغيرت. لو التغييرات دي هتبوظ لك حياتك وشغلك فابعد عني احسن. لا مش هبعد، وزي ما دخلتك هنا بالقانون هخرجك برضه بالقانون. اقول لك على حاجه؟ قولي. انا مش ندمان ان انا حكيت لك على كل حاجه. كان لازم قبل ما اقولك اني بحبك اني احكي لك على كل حاجه. عارفه بقى مين اكتر واحد في الدنيا نفسي اشكره واقتله في نفس الوقت؟ مين؟ مروان ابو عرب. اشمعنى؟ عاوز اشكره لانه لو كان بني ادم طبيعي ومش نصاب عمرنا ما كنا هنتقابل. عاوز اقتله عشان اللي عمله فيك. وانا مع اني لسه زعلانه منك بس برضو عايز اشكرك عشان انت ما خذلتنيش، ما خلتنيش افقد الثقه في كل حاجه حلوه بحس بيها. مع عيال زبالة زيهم. والله العظيم انا كنت هقول لك، وكنت هقول لك على ابراهيم وناوي يعمل معاك ايه، بس يعني ما جاتش الفرصه. والله حبيبي حبيبي انا عايز اعرف منك حاجه. ما انا عارف من اول كل حاجه من ساعه ما كنت في مصر ومعاك المحمول اليوناني بتاعك، وعشان انت جاهله وغبيه
مش عارف ان انا كنت عامله رومينج. يعني ايه يا هيمه؟ ها رومينج يعني تجوال، وتجوال يعني دولي. بما ان حضرتك في التجوال قافله الموبايل وترد عليا الرساله بتاعت الشبكه المستضيفه، يعني انا اول ما اتصلت بيكي على المحمول اليوناني بتاعي اللي معاكي في مصر، ردت عليا اميره الامراء وقالت ايه؟ هذا الرقم ربما يكون مغلقا. والله كان ليها وحشه. عارفه لو كان الموبايل مفتوح كنتش عرفت انت فين. فاتت عليكوا دي صح؟ فاتت عليكوا. والله العظيم مش انا اللي عملت كده، ده ابراهيم هو اللي قايل ان انا عامل كل الكلام ده. والله واطي يلا يا واطي. شفتي يا ايمه؟ شفتي نجوان عايزه تلبسك ازاي؟ واطيه هي بقى ولا مش واطيه صح؟ نجوان طلعت واطيه صح؟ بقول لك يا باشا الحوار ده بينكم وبين بعض انا ماليش فيه. انا لا اعرف نجوان دي ولا شفتها الا ما خبطت عليكم باب الشقه. هي حاولت تلف عليا صحيح وانا استعبطت، غير كده ما اعرفهاش. بس عليك يا ابراهيم انا فاكرك عيل ذكي مفكرني بنفسي انا شاه قبل ما اعملهم. تطلع عيل اهبل يا ده. انا عارف من ساعه ما خبطت الشقه وراها انك معاها. يعني نجوان ما تتصرفش كده من دماغها ابدا، وانا كان كل اللي هممني هي تتصرف بدماغ مين. يا باشا بقول لك معرفهاش، روح شوف هي بتفكر بدماغ مين. خرجوني من الحوار بتاعكوا ده. ما تصدقوش يا مروان، والله العظيم ده عيل كذاب والله. انا بقى عامل الفيلم ده كله عشان اشوف اللقطه دي وكل واحد فيكم بيبيع التاني، ولا كلكم كلكم وموضوع موضوع الوصل ده كوم. لا 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 كانت حلوه، يعني الوصل في الشنطه تتسرق يجي لي فيعرف العنوان. لا 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 مرعبه. بس اللي انا عايز اقوله لك بقى ان الوصل ده كان قديم جدا وانا راميه في الدولاب وقبل ما نجوان تسافر مصر، يعني هي ما تعرفش بيه حاجه. هي كل ما في الموضوع خدته حطيته في الشنطه عشان تعملوا الفيلم العربي ده. عارفه يا نجوان انا شاطر. انا شاطر. برافو برافو مروان برافو. عارفه انا سبتك ليه قبل ما تقضي فتره؟ عشان دي الحاجه الوحيده اللي كانت شكلها، وقعدت فكرت فيها يا ترى الواد اللي اخبرتني ده ابني ولا ابن ابراهيم. عشان كده قعدت افكر لغايه ما وصلت الحل. قلت لو قلتيلي على علاقتك بابراهيم يبقى ابني، ولو ما قلتليش يبقى مش ابني. انت ما قلتيش. والله العظيم وربنا ده كان ابنك والله. لا فلتت منك دي يا باشا، انا ما نستاهاش. ممكن يكون عندك حق كده، انت ابتديت تفهم تبقى شاطر، لان فعلا نجوان مش رخيصة كده. بس كده يبقى الموضوع أوسخ، لأن إزاي يبقى في بطنها ابني وتتفق مع حشرة قذرة زيك؟ لا ما تقولش كده. طب حتى أسأله أنا قلت له إيه؟ أنا قلت له لو ما بعدتش عننا وعن حياتنا أنا هبلغ مروان بكل حاجة والله العظيم. بقول لك إيه يا باشا؟ ما المسامح كريم، إيه رأيك؟ إحنا غلطنا وأنت الكبير والكبير بيسامح. مشكلتك يا ابراهيم انك حسسني وعارف ان انا طيب، عشان كده انا مش هقتلكم، انا بس هعمل فيكم زي ما كنا بنعمل زمان، هعلم عليكم زي ما كنت بعمل في العيال ورا مصنع الكراسي. عشان خاطري حرام عليك. يلا حرام عليك يلا.